نبقى في السعودية، حيث أعلن التحالف اليوم سقوط مقذوف معاد على محطة لتوزيع الكهرباء في صامتة، موضحا أن حريقا محدودا اندلع بالمحطة، مشيرا إلى عدم سقوط أي خسائر بشرية السيطرة على الحريق. كما أعلن التحالف عن استهداف عدائي لخزانات الشركة الوطنية للمياه بظهران الجنوب، مشيرا إلى وقوع أضرار مادية ببعض المركبات المدنية والمنازل السكنية، هذا جراء الهجمات. وفي وقت سابق أعلن التحالف تدمير الدفاعات السعودية 3 مسيرات مفخخة أطلقت باتجاه نجران، كما دمرت الدفاعات صاروخا باليستيا أطلق نحو جازان. وكان التحالف قد أعلن اليوم أيضا اعتراض وتدمير 9 مسيرات مفخخة أطلقها ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية اليوم. هذا وتتوالى الإدانات للهجمات الإرهابية الحوثية على السعودية.